أقوى من جمعية الضعفاء. إحنا يا جمعية اللي وقفنا على هذه المبادرة اللي دارت هاد اليومين في الصباط. أول حاجة بعدا كنشكر بزاف السكان ديال الصباط وكاع الناس اللي تعاونوا معنا واللي جابوا لنا من البعيد ومن القريب وكلشي. عرفتي كانت واحد المبادرة اللي ما كناش كنتسناوها، والناس اللي جابوا طوموبيلاتهم، واللي كاين اللي كيقول لك أنا ندير لكم المازوط وكلشي. من هاد اي واحد جا اليوم وساهم بالقليل ولا بالكثير، كنتمنى الله يجعل لي ميزان حسنات، واللي بقى في الوقفه راه فيها خير. الحمد لله والله العظيم اليوم حتى واحد عرفتي انا كنقاد في الحليب، والله الا لحمي برش عليا وجات واحد كيف ديال الحليب وديال الماء وديال الحليب ديال الدراري الصغار ولا اي حاجه. والله اليوم يعني اليوم تاريخي غيبقى في الذهن ديالي، وكنتمنى الله يرحم الموتى، الله يرحمهم، الله يجعلهم شهداء عند الله، ونحتسب لهذه الفاجعه، نحتسب ليها وتكون عبره لينا، تكون عبره لينا. خاصنا نكونوا متحدين مع بعضياتنا يد وحده. الحمد لله اليوم راه بينت مدينه الصطات، بينت بزاف على التلاحم ديالها وعلى المغرب كامل، ولكن انا بالخصوص مدينه الصطات حيت مدينتي، وكنفتخر انني صطاتيه. اليوم التلاحم كان رائع، وكنتمنى اي واحد دار شي حاجه الله يجازيه بالخير. وشكرا اخويا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.